منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز أرهقها الحوثيون بإرهابهم المتواصل منذ 7 سنوات، فكل بيت قد أصيب أحد أبنائه إما بقذيفة أو بطلقة قناص، والكل مستهدف كبارا وصغارا. وأكبر استهداف للمنطقة كان بحفل زفاف اختلط فيه دماء النساء بالفتيات بجريمة تقشعر لها الأبدان. زلقنا نتغدين يعني صفينا السامن ودلنا للجهال قسينا قليل يعني قحناش نمشي عرس حق حليين وقذيفة يعني قاعة بحمام بنتي كانت تقول حمام بتحليتي الثاني بتحليتين وبتحليتين اثنين ثلاث قول أنا حليتي سا وحلي يعني برضه بس حلي ما قريب الشين اتعرضت لاني حليتي وبنتين بتحليتي معتها وبتحليتي الثاني حليتي يعني رجلها مكسور دحين بينها مسامير بالرجل. أقول لك إحنا جلوس بعد هذا العصر الساعة 3 زيدنا وقع قارح قذيفة قريحة بعد سمعنا الزاحق زيدنا قالوا ينزلونهم محملين ناس قالوا ماتوا ما تقطعوا وصل احنا بعد ما نخرج المزق نقزعون بالموتورات احنا لو نزلوا انا هلا اللي ماتوا هلا حمزه كل احنا زحين هذه بت بتحلي قسينا بينه نزاد اللقاء قذيفة الثاني احنا كنا كل احنا داخل يعني اللي كان دخله يعني كانوا يشحرونا بحراره كل احنا الاسر قال اني بصر ابره ما بطاقه تصبعه وحده ورط عوارق له قاشه ضايات وذيك بطاقه يده منه لبعيد دين طاقته منه ايده يعني الساعه 4 وقعون قذيفة. عز الدين فقد يده اليمنى بإحدى القذائف إلى منزلهم عندما قدم لزيارة أسرته، مما جعله يترك عمله ومصدر رزقه بعد أن أصبح بيد واحدة. وجاره الحاج عبد العزيز حمود هو الآخر، أصيب عدة مرات وقام بعد عمليات متتالية ولا زال يعاني. قذيفة قتلي وأنا لا أنا إذا روحت من حابنا بصر أمي أخواني ويجي قذيفة افتقت ايدي الحين مع ابو شغل ولا حاجه. انا كنت مستقيم قدام المستوصف وما زاد الا والقناص ضربنا من ورائي اطرحته على الارض اهل الخير اجاوا شلونا واسعفونا مستشفى الصفا ودخلونا على طول للعمليات. فعلوا العمليه وقسيته لما كملوا العمليه شلت نفسي روحت بيتي. أنا ساكن في المكان هذا نفسه. أي جرم يرتكب بحق السكان من قبل ميليشيات إيران الإرهابية فقد أزهقت الأنفس ودمرت المنازل على ساكنيها، وحرم الأطفال والنساء الأمان أو الخروج إلا خلسة، وأصبحت المنطقة تعيش برعب متواصل مع صور الدماء والأشلاء والعزاء المستمر.